ما نسيتش واحد السؤال اللي ما قلتوش غادي نقولوك. كنا جماهير، حنا مشينا من احسن جمهور، دينا الفلوس، خدمنا المصريين، جابوا لنا السيارات، كراو لنا الضيوف الاخرى، خدمنا المصريين مساكن، نعطيهم فلوس. المغرب عارف ان الحمد لله بلد كبير، ولكن كاين جرتومات اللي بغيت مسؤولا ديال المغرب يدور الحق فهاد، كاين عيالات مغربيات مشاو شوهوا السمعه ديالهم. انا كنتمنى يعتقلهم في المطار، نوضنا فيتنا تما حشومه. المغرب كبير، جمهور زوين، حنا بلدنا زوين، استفزونا. هذاك درمو وذاك نيبه كيسعاو كيطلبوا كيعايروا كيقولوا كلام خايب. المغرب جميل، وهذوك يقصروا الهضره، كيسعاو كيطلبوا. المغرب بلد كبير، حنا ماشي طلابه، حنا كبار، حنا دعمنا مصر، عطيناهم الكام، عطيناهم الكاس فين ينطبوا، عطيناهم فلوس. المغرب ما حداش دوك الناس اللي مشيو خسروا الصوره ديال المغرب، هما دوك النساء كيشوهوا سمعه المغرب. انا كنتمنى من وزاره الداخليه والمسؤولين ديال البلاد يديروا تحقيق في هذا الشيء. والمغرب حنا مشينا احسن شريف، والجماهير الافريقيه والعربيه شجعوا المغرب ومشينا بصوره كبيره. وكنتمنى من هذا المنبر الصحافه كلها تناقش على هذا الموضوع، وراهم صوروهم وكنتمنى يعتقلوهم. وشكرا بزاف، والمغرب كبير وغيدير المفاجاه. وتحيه لكم، وكنشكر الموقع ديالك على الخطوات ديالهم، ميرسي بزاف.